إيماء المصلي لا يكون بجذع وإنما يكون برأسه. وقال أهل العلم بأنه يجوز المصلي أن يتحرك الحركة التي فيها مصلحة، يعني كل حركة فيها مصلحة يجوز المصلي أن يأتي بها. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يقتل الأسودين اللي هو الايه؟ الثعبان والعقرب. ومعلوم أن العقرب لا يقتل من ضربة واحدة وكذلك الثعبان، فهذا يستدعي حركة كثيرة في الصلاة والصلاة لا تبطل. وأيضا ربما لا يستقبل القبلة، يعني أثناء قتل الثعبان والعقرب ربما لا يستقبل القبلة فلا بأس في ذلك، يعني حتى لو استدبر القبلة فلا بأس، لأن الله تعالى قال فحيثما تكون فثم وجه الله. والالتفات عن القبلة كان لضرورة، إن الله ينصب وجهكم، إن الله ينصب وجهه تلقاء وجوهكم فلا يلتفت أحدكم في صلاته. فالالتفات إذا كان لضرورة لا بأس كقتل أحد الأسودين، وكذلك إذا كان لمصلحة مثل ماذا؟ مثل إذا وجدت رجلا أعمى يكاد أن يتردى في حفرة فيجوز أن تتحرك وأن تسرع لنجدته لا بأس في ذلك، أو شب حريق وأنت تصلي فيجوز أيضا أن تطفئه وأنت في صلاتك. السهاري محطوطة على الكرسي الصغير، والكرسي الصغير محطوط على السرير، راح السرير مقلوبة راحت مولعة فين؟ في السرير، تعمل إيه؟ ممكن أن تطفئها وأنت في صلاتك. وعند النسائي والحديث في إسناد الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا لينظر القوم، وذلك في غزوة حنين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ينتظره، يعني بيلتفت ينتظر ذلك الرجل، فلا بأس في الحركة في الصلاة إذا كانت لضرورة، والله تعالى أعلم.